أخبار اليوم. مرحبا دكتور رياض أرمانيوس، عضو غرفة صناعة الدواء، الأخبار اليوم. أهلا بيك. حاجة النهاردة كان في اتفاقية مع الجانب البحريني على هامش منتدى الأعمال المصري البحريني، كنا حابين نعرف تفاصيل اتفاقية. أوي النهاردة وقعنا الاتفاقية لإنشاء مصنع إن شاء الله في القطاع الصحي من أدوية وتجميل إن شاء الله مع الجانب البحريني. احنا هنبتدي المصنع ده إن شاء الله في الوقت القريب، هنبتدي بتصدير المنتجات المصرية للبحرين، ولكن المصنع إن شاء الله لما ينشأ، إنشاءه طبعا بياخد تقريبا 6 أشهر في طور التصميم، وبعد كده الإنشاء نفسه بياخد 2 سنين، وراهم 6 أشهر لحصول على الموافقات والتراخيص، التراخيص النهائية يعني من وزارات الصحة الأول في مصر، على أساس هي دي الدولة اللي فيها المنشأ، وبعد كده في الدول اللي احنا إن شاء الله هنصدر لها. المصنع ده هيكون بيركز على السوق المصري الأول، وبعد كده الأسواق اللي مصر عندها فيها تعاقدات واتفاقيات دولية بتدي مميزات للمستحضر المنتج في مصر. أفندم، الاستثمار حاليا الحقيقة احنا لسه ما اتفقناش هيبقى كام خط. احنا هنبتدي بخط من خط واحد أورال سوليدز، وبعد كده ان شاء الله هيبقى في اتفاق على الخطوط الاخرى. الحقيقة احنا هنكون في زيارات لمصانعنا في مصر بكرة بإذن الله لاتفاق بالضبط على أنهي خطوط اللي هتكون محطوطة في المصنع. ولكن اللي أنا كنت بحاول أقوله هو أنه التركيز إن شاء الله يكون على الأسواق اللي مصر معاها اتفاقيات بتشيل الضرائب أو بتقلل الجمارك على هذه المستحضرات، وبعد كده الأسواق اللي فيها الجانب البحريني عنده فيها يعني قوة في السوق وعلاقات موجودة في الأسواق، فهو ده التركيز هيكون على الأسواق بإذن الله. كلمت السيد أفنان المسؤول عن الجانب البحريني، قالت ان في خط انتاج او مصنع هيتم انشاؤه في البحرين، ماذا صحة ذلك؟ ان شاء الله بعد كده هيكون في مصنع في البحرين، ولكن هنبتدي في المصنع المصري الاول. مشتركة ولا استثمارات خاصة مصرية؟ مشترك طبعا، اللي داخلين باستثمارات مشتركة ان شاء الله يعني. ان شاء الله. طيب حاجة أخيرة في متعلق بتسعير الدواء، الأزمة اللي فاتت مؤخرا وتكلمتوا عنها وطرحتوها. طب هاخد سؤال بس يبدي عشان اشوف بس وصلتوا لايه في مشكلتكم مع التسعير. احنا مستنيين القرار الحكيم اللي يضمن انه المريض المصري يقدر يكمل، يكون يقدر يكمل ياخد الدواء المصري المتوفر بسعر مناسب، من غير قرار حكيم الامكانيات ما بتسمحش ان احنا نقدر نكمل في هذه الأدوية اللي هي بقى لها فترة طويلة بتخسر فلوس كتير، بالذات الأدوية الرخيصة جدا اللي هي مهمة بالنسبة للمريض المصري اللي محتاجها. احنا يعني كلنا أمل انه في تفهم للموقف والاقتصاديات اللي هي واضحة للجميع، وان هيبقى في قرار حكيم سريع وحاسم يقدر يضمن ان المستحضرات بالذات الأرخص تفضل موجودة. مع أزمة الدولار في كم صنف من الدواء خرج من السوق، كنا حابين نعرف أي نوع الأصناف اللي خرجت من السوق. حقيقة في مجموعة كبيرة، أفتكر إنه الإحصائيات اللي موجودة في الصيدلات بتقول إن يمكن أكتر من 1000، ولكن لكل دواء في مصر ليه بدايل. الأدوية اللي ملهاش بدايل تقريبا في حدود 100 لـ130، للأسف العدد بيزداد كل يوم. الموضوع مش بس قيمة صرف الدولار، ولكن تواجد العملة بالضبط. فإحنا كلنا بناكل من أرصدتنا في المواد الخام، فبالتالي بنقول إن شاء الله يبقى في قرار لتواجد العملة الأول، وبعد كده حل مشكلة التسعير، ولكن من غير عملة ما نقدرش نتحرك. شكرا جدا يا فندم. أشكرك.